بنصبح على حضراتكم مرة تانية ومعادنا دلوقتي مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد. الجو هيكون لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس معانا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير على حضرتك دكتورة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، حابين نطمن منك عن حالة الطقس النهاردة وإيه المناطق المفترض هيكون فيها سقوط للأمطار، خصوصا ان احنا متاثرين بمنخفض جوي وده مأثر علينا شويه ومخلي نسبه الرطوبه عاليه ودرجات الحراره كمان مرتفعه. بالفعل يمكن احنا منذ عده ايام بنتاثر بامتداد منخفض جوي على سطح الارض، وهو منخفض السودان الموسمي بيأثر بشكل كبير بسقوط امطار، وخاصه على المناطق اللي موجوده في سلاسل جبال البحر الاحمر وبعض المناطق من سيناء. ويمكن بالامس شهدنا سقوط الامطار اللي وصل لحد السيول على بعض المناطق في طريق شرم الشيخ دهب، وبعض المناطق كمان من نويبع، وبعض المناطق من سلاسل جبال البحر الاحمر. اليوم متوقع استمرار فرص سقوط الامطار على سلاسل جبال البحر الاحمر، مرن طبعا بحلايب، شلاتين، مرسى علم، مرازميناس، الغردقه، المناطق كلها المطله على البحر الاحمر. بالاضافه كمان الامطار دي هتكون امطار خفيفة لمتوسطة وممكن تكون رعدية أحيانا، وهتشمل كمان بعض المناطق من سيناء ككل، يعني شمال وجنوب سيناء، وهتمتد كمان الأمطار خفيفة لبعض المناطق من محافظات شمال الوجه البحري وأيضا سواحلنا الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط. الأمطار كلها بتكون على فترات متقطعة من اليوم، لكن نأكد بس على أن الطبيعة الجبلية والجغرافية في سلاسل جبال البحر الأحمر أو جنوب سيناء ممكن تؤدي لتشكل بعض السيول على الطرق، فلازم ناخد بالنا بشكل كبير. بالإضافة كمان اليوم متوقع استمرار الارتفاع الطفيف في قيم درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية بحوالي من درجتين لثلاث درجات عظمى. على القاهرة الكبرى اليوم متوقع أن هي تكون 31 درجة مئوية، فبالتالي طقس اليوم هيكون طقس خريفي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وأيضا السواحل الشمالية، حر على المناطق اللي موجودة في شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد داخل فترة النهار وتحديدا مع شدة الإشعاع الشمسي. يمكن هيكون في زياده فترات ارتفاع اشعه الشمس بشكل كبير في بعض المناطق من الجمهوريه وخاصه في الوجه البحري والقاهره الكبرى، ده اللي مخلينا نحس بارتفاع قيم درجات الحراره، وكمان وجود نسب رطوبه في الجو بشكل كبير ده بتساعد ان احنا نحس بارتفاع قيم درجات الحراره. بس حتى بالليل يا دكتور يعني لسه حتى بالليل ما بنحسش بان الجو لطيف جدا زي الاسبوع اللي فات، يعني برضو بيبقى فيه جو زي ما بنقول فيه خنقه، فيه نسبه رطوبه عاليه، حتى الناس بتقول هو الصيف رجع مره ثانيه ولا ايه؟ بالفعل فترات الليل فيها ارتفاع في نسب الرطوبه، لان الطبقات الجو العليا بتتاثر بوجود امتداد لمرتفع جوي، المرتفع الجوي للطبقات الجو العليا ده بيحبس الرطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض، فبيساعد بشكل كبير على احساسنا بارتفاع نسب الرطوبه، ويمكن ده عامل مهم جدا في وجود الشبوره المائيه الكثيفه. يمكن احنا من الاسبوع الماضي واحنا بنشهد شبوره مائيه كثيفه بتوصل لحد الضباب، وده بنحذر منه بشكل كبير، لان المرتفع الجوي بيحبس الرطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض، في هدوء لسرعات الرياح. بالاضافه كمان يعني انخفاض درجه الحراره فترات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر ده هيؤدي لاستمرار تكون الشبوره المائيه الكثيفه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، والشبوره المائيه الكثيفه دي ممكن توصل لحد الضباب، يعني الرؤيه الافقيه تنخفض لاقل من 1000 متر، واحيانا في بعض الاماكن الرؤيه الافقيه بتنعدم على بعض الطرق، فلازم ناخد بالنا بشكل كبير من الشبوره المائيه. مع تكونها بشكل كثيف بيكون في ساعات الليل المتاخر، يعني تقريبا 3 4 الفجر، تستمر معانا حتى ساعات الاولى من الصباح. فعلا يا دكتور احنا يعني بشكر حضرتك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معنا. لكن خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره والعظمى 31، الصغرى 23، العاصمه الاداريه 32 22، الاسكندريه 27 21، العلمين الجديده 27 21، مطروح 26 20، دمياط 28 23، بورسعيد 28 24، إسماعيلية 32 21،
السويس 31 22 العريش 29 22 كاترين 25 13 طابة 30 23 حلايب 28 23 شلاتين 32 25 شرم الشيخ 32 24 الغردقة 31 23 الفيوم 32 21 بني سويف 32 21 الوادي الجديد 34 23 اسيوط 33 19 سوهاج 34 20 قنا 34 22 الاقصر 35 23 واخيرا اسوان 36 24. حابين نطمن حضراتكم عن حاله الطقس، لكن بنأكد مره تانية تواخي الحذر خلال السواقه او ان احنا نكون من قائدي المركبات، خاصه على الطرق الزراعيه والصحراويه والقريبه من المسطحات المائيه بسبب الشبوره المائيه الكثيفه اللي بتصل لحد الضباب. هرجع مره تانية لشاذلي ومنها عشان نكمل معاكم فقره صباحيه مصر. شكرا لك يا دين. شكرا.